نحكيو على فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو هذا فيه ولية تحضر فيه ولادها باش يمشيو للروضة، توصي فيهم من جملة التوصيات نتاعها، قتلهم اللي يضربنا نضربوه، واللي يسبنا نسبوه، واللي يسرقنا سيلواتنا وكراسيتنا زاد نسرقوه. ليه غالط؟ ليه غالط؟ لو ما ذي غالطة، انت مبعثة بنتها ولا ولدها باش تقرأ وباش تتعلم وباش تزيد تتربى اكثر من هي متربيه في الدار وفي الشارع. غلط، يلزم الام تقول حتى كي يشوف بنتها سرقوا لها ستيلواتها ولا كتابها تمشي للمعلمه، تمشي للمديره تحكي معاهم، يحكيوا مع التلميذ، يناديوا الولي التلميذ، ولي التلميذ يتفاهموا معاه. كان هكيكا باش تقول انت اضرب وانا نضرب، انت اسرق وانا نسرق، تقول ما عادش قرايه، ما عادش بعض التعليم، بعض العنف، بعض تزيد تتعلم فيها في العنف. انا عندي بنتي سنه رابعه تقرا، ما ثمش نهار ما تجيش هي تبكي، مش اللي حدا جنبها قاعد هو اللي يجي يبكي. راه بنتي هي اللي تجي تبكي، كتابها، كراستها، سيلواتها، فطريتها، معناها بنتي ما عادش لاهيه باش تمشي تسال المعلمه بنتي شنو قرات، بنتي لاهيه تمشي للمدير والمعلمه بنتي سرقوها. والله انا بارح تفرجت فيها في الليل فيديو، تشوكيت، على خاطر انا بيدي عندي ثلاثه صغار، وانا نربي اولادي على التربيه، على يعني اللي يضربك ما تضربوش، تمشي تشوف المديره ولا تمشي تشوف المعلمه، تمشي تشوف عبد كبير معناتها مسؤول في المكتب تحكي له، ولا جينا ليا انا. اما توا احنا في الوقت هذا ما لازمش نكونوا سوفاج، هذا طبيعي، اللي احنا في بلاد قانون، في بلاد مدرسه، في مدرسه معناها نحترموا قوانينا. صحيح، يمكن هي تربيت المدامه هذيا هكاكا، اما ماهيش تربيه. انت كانه باش تقول لاولادك اضرب واقدم، نهار اخر باش تقولوا اخطف واسرق وبرشا حاجات خايبين. لازمنا نربيو اولادنا على اصولنا، على ديننا، على الحاجه الباهيه، على تربيتنا نتاع والدينا نتاع قبل، يعني نتاع تربيتنا نتاع قبل. توا جيل توا هاك تشوف، وكان هما الوالدين ما يتحسنوش مع اولادهم كيفاش تحب الاولاد يطلعوا غالطه جمله. الام هي مدرسه ولازم تعلم اولادها معناها وتربيهم تربيه حسنه، وخاصة في المؤسسات التربوية يحترموا المربين ويحترموا التلامذة وتعلمهم كونوا سرقة حرام، باش يتقبح معناها فيما أكبر منه كيف كيف حرام، ولما يغلط يتضرب، يضربوا عبد كبير ينهيه وإلا المربي نتاعو وإلا حتى في الروضة كيف كيف. معناها من العادات السيئة اللي دخلت المجتمع التونسي موجودة بشكل رهيب، والمسؤولية يتحملها شكون؟ لي باروهم يتحملوا المسؤولية، خاطر مفروض كيما تربينا احنا نربوا اصغارنا. لا مش متاعنا هذا، راهو تصرف ماهوش باهي معناتها بصراحة. ما ربيناش صغارنا هكا، احنا رانا نعلمهم على حاجات اخرى، على قيم، على مبادئ، ماهيش كل شيء راهو انسان عنف. واحنا ولينا بصراحة نخافوا، معناتها نخافوا برشا حاجات. علاش يوصل صغير بريء هكا ونعلموه وهي تطلع هي؟ اسمع، الاساس هي الام، الام هي معناتها تدعم ولادها حتى بالكلمه الطيبه، راهو يطلعوا ما شاء الله. عليه نضربوا؟ علاش عليه هذا الكل؟ بربي احنا ماشيين في طيار، واحنا مانيش فايقين برواحنا، رحنا مانيش من عهد معناتها العهد القديم، اما ربينا وما شاء الله والحمد لله. علاش احنا نعلموا هيك صغارنا؟ عليه رايها غلط، معناها مش معقول، معناها مش هكية على تربينا احنا، معناها راي غلط بالنسبة لي انا، فهمتني؟ وربي يهدي وكها. تصرف سليم؟ ليه ما هو سليم حتى طرف، معناها كيفاه؟ معناها اللي يسرقنا نسرقوه، معناها ما يجيش، فهمتني؟ قلت لهم اللي يسرق لكم ستيلو تسرقوا، اللي يسرق لك كراسة صغير باش يتعود على السرقة، معناها فهمتني؟ حتى كي باش يكبر، حتى كي فهمتي باش يتعود، باش يلقى حاجة باهية، باش يولي يسرق حاجة سهلة، فهمتني؟ حتى في صورة ما باش يضيع ستيلو ولا باش يضيع أي حاجة، باش يولي يمشي يسرق الحاجة هذيك باش ما يروحش للدار ويولي ويعاقبه. ثم مديرة يمشي التلميذ يحكي المديرة، يحكي المعلمة، يحكي المعلم، يحكي الأستاذ، يحكي الأستاذة، يتفهموا معك التلميذ هذاك، ما عادش يعمل هكاك، ما فهمش التلميذ هذاك. فما ولي سد عيوه
يحكي مع بنته يحكي مع ولده. اذا كان باش نوليو هكاك نحنا انت في غابه يعني مش في غابه نحنا جاي انت يضرب النظام تسوق ونسرق كي باش يكبروا شو باش يعملوا هما؟ هما كي يكبروا على اللغه هذيك الفمخاخهم اشنو باش يعملوا هما؟ ما باش يطلعوا انت نخطف نضرب خاطر هما علموهم واولياهم علموهم من اللي هما صغار على اللغه هذيك باش تقعدي فمخاخ مي امي بابا قال يسمع ما عجيتش كيليا صديقي ضربني صديقي سرقني مو ضربك انت اضربه سرقك انت اسرقه حد نحنا مش نبعثين للتعليم نحن فما اللوم كبير يعني استيام الفيديو هذيك قال كيفاش هذه ام تقول لولادها الكلام هذا غلط الام سامحني تراجع روحها وغلط على طول ماهيش ماهوش اسلوب نتاع تربية أصغار. احنا قلنا المدرسة هي الأسرة سعر ركيزة الأساسية الأولى لتربية ونشأ الفرد، وبالتالي معناها مسؤولية الأم بطبيعة أكبر من مسؤولية البو، لأن البو يخدم وما عندوش وقت علاش باش يتلاه بالصغار ويأطرهم ويوجههم ويربيهم أحسن تربية. طبعا اليوم ماناش نحكيو على الأم الصنديدة اللي كبرت واللي ربيت واللي خرجت نساء ورجال واللي نشحت واللي تعبت وشقات وكل هذوما يعني نساء المجتمع نتاعنا الكل تقريبا، فقط نحكيو على بعض الحالات الشاذة ومنهم المرأة هذه. هي صحيح موجودة، ثم أمهات ممتازات يربيوا صغارهم تربية حسنة ويصهر عليهم وتعبين معاهم، والحالات الشاذة هذه مع الأسف بكل صدق نحكي لك هذه تكاثرت، ما هيش حالات شاذة شاذة لكن تكاثرت بطريقة غريبة برشا. والدليل وأنك حتى بالساحات العمومية ولا وسائل النقل الاجتماعي وسائل النقل العمومي وإلا حتى وسائل النقل الخاصة ثم تلامذة أخلاقهم معناها مش باهية، تلامذة اللي في المؤسسات التربوية نتاعهم معناتها ولات يتعاطوا في المخدرات، سلوكهم سيء، منطق معناها اخلاق هادمه. ننصحهم ماهيش ربايه هذيك، ماهيش ربايه. انت من الدار قبل ما تحط له اللمجه نتاعو باش يفطر بنتك ولا ولدك. ولدي عارف كيفاش تحكي مع المعلمه، كيفاش تحكي مع المديره، كيفاش تحكي مع صديقك، مع صديقتك قبل القرايه، راه يتهي الادب والربايه وصفع الخير قبل كل شيء. لازم الام والبو هما اللي يقريوا صغارهم قبل المعلمه وقبل المعلم. او نقول لك انا خاطر المعلمه مش باش يقعد لهم في المكتب ويقعد لهم في الشارع على برا. المعلم في المكتب هكا هو راه مش يطلع مع اهل الشارع ومش يروح مع اهل الدار. هكا المعلم ما ربيش ولا المعلمه ما ربيتش، ليه الاوليه هي اللي تربي، والاوليه مش قاعده تربي الاوليه. ها نقولها لك انا ونعاد نقولها لك انا، انت ولا انا نلقى ام تلميذه قدام المكتب صباح الخير صباح الخير بالله يكلم بنتك ما عادش تهز ستيلو بنتي، ما عادش تفك لها ادواتها، ما عادش تضربها في الساحه. قولي هي طالبتك ما عادش انت طالبه. قلت تحشم انت على روحك، قل لك ليه ما ضربتش، لا متربية، لا ما تسرقش، لا ما نعملش. مو انت قل ما تحكي هكاكا نادي لبنتك انت راس في الدار احكي معها قل عايش بنتي هذيك ضربتها هذيك نحت لها استلويها انت باش تحكي لامها هي الطفله اي ولا لا باش تقولها اي ضربتها نحت لها استلويها. من بعد انت تلقى بنتك انت على حق، انت بتحق مبيتها انت على حق تطلع هي على حق. انا بنتي ديما مسكينه امها ديما تشوف لك طبه تشوف لك كرار تشوف الاستلوات تشوف الفاتر وديما تجي تبكي. تقول يا مدام ربي يهديك، ما تربيش صغارك هكاكا، ربي صغارك على الحنيه، ربي صغارك على التربيه، خاطر نهار اخر باش يقولوا هذاك والديه، الوالدين اللي ما عرفوش يربيو، ما تعلمش لاغريسيفيتي، ما تعلمش الحاجه السوفاج، على لما اولادك كان يعني يكونوا متربين، اولاد اسرع خاطر راهو في وجهها هي الله غالب. احنا ماذا بينا الحاجات هذيا ما تصيرش. ويلزم الامهات يكونوا واعيين شويه الحقيقه. رانا احنا ما نعمموش، ماناش قاعدين نعمموا، رانا احنا فما فئه من امهات ربي يهداهم ولكن يمشيوا للاصلاح مش للحشاكل الحاجات العكس، لانه الام هي ركيزه المجتمع. اكيد اكيد بنتي اكيد اكيد، وكما كانتش الام هي راهي هي اللي النشأة الاولى، راهي هي الاولى هي اللولى. أول ما يحل عينيه يلقى أمه، أول ما راهو
معناتها الام راهي ما شاء الله راهي ام عندها دور كبير في الحياه. فيديو اللي دار برشا على السوشيال ميديا، برشا ناس انتقدت المراه هذه وقال لك يلزم حتى كان محاسبتها، معناها وطالبوا حمايه مندوب حمايه الطفوله بالتدخل، طالبوا النيابه العموميه بالتدخل. والله انا نشوفها الحكايه ما تستحقش، معناها ما تستحقش باش تكبر معناها لهالدرجه. معناها هي تحاول معناها ترجع روحها وتصلح من روحها هي، وما تحاولش تغلط صغيراتها، خاطر هما مازالوا صغار. معناها خاطر الصغير مازال كيما يتخلق اول كلام شكون باش يسمع؟ باش يسمع كلام والدي وامه. معناها فهمتي ما تستحقش معناها باش توصل تكبر الحكايه اكثر من هكا. يعني توصي فيهم وتوثق لهم فيديو وفي نفس الوقت نشرته الفيديو. هي الفيديو بالنسبه للفيديو هي غالطه، معناها حتى صغيرات اخرين باش يتفرجوا في الفيديو معناها باش يولوا حتى هما، فهمتني؟ معناها غالطه في الفيديو، غالطه. ما كان عندها حاجه هي وصغيره، وصغيره في الدار، معناها علاش تهبط في فيديو؟ تدخل في امور نفسيه، فما حاجات راهو ماذا بينا احنا في المعاهد وفي يدخلوا معناتها البسيكولوج، الناس اخصائيين نفسيين، معناتها راهو بالحق رانا احنا ماشيين في طيار، وصغارنا رانا من بعدها نندموا، بعدها نندموا يصير فيهم هكا والكل. وانت معناتها تدعمهم بالكلام ولو يتاثروا بالكلام عليه عليه عليه. ربي يهدي بنيتي، ربي يهدي، وربي يهدي الجميع ان شاء الله.